تعالوا بينا نعمل ايطاليان هوت شوكليت. هتجيب كيس كاكاو عادي جدا ب4 جنيه في اي حته، وهتجيب شوكولاته خام من اي برده عطار، برده شوكولاته خام مش عارف تقريبا هتلاقيها ب5 جنيه ب4 جنيه برده حاجه زي كده، ولبن وسكر ونشا. نجيب الحاجه اللي احنا نعمل فيها نزودها كده ميه، ونفتح الكاكاو، ادي معلقه تانية، ونحط السكر اللي احنا عايزينه، ونحط لبن. وانا هنا هستخدم اللبن اللي هو البودره، انت ممكن تستخدم لبن بودره او ممكن تستخدم اللبن اللي هو السائل العادي خالص، يعني ده موجود وده موجود، وده ينفع وده ينفع. ونقلبهم كويس، وبعد كده نحطهم على النار. هنا كده سيبناها كده على النار لحد ما تدوب السكر واللبن والحاجات دي كده كلها يعني. وبعد كده هضيف حته الشوكولاته، شوكولاته خام عادي، هحطها برده هنا وهسيبها برده لحد ما تسيح. وهي بتدوب كده هحط كده عليها برده معلقه نشا صغيره، يعني معلقه صغيره جدا جدا من النشا، وهفضل برده اقلب برده لحد ما تدوب خالص. تمام، بعد ما سبته يغلي كده مع بعض هتشيله بقى، بعد ما تلاقيه كده اللي هو قوامه كده بقى تقيل شويه يعني، هيبقى كده عملنا ايطاليان هوت شوكليت. نصب بقى في الكوبايه، شايفين القوام عامل ازاي. هتجيب رشه كاكاو عادي خالص وترشها من فوق كده، يبقى احنا كده عملنا ايطاليان هوت شوكليت، حاجه سخنه جامده جدا جدا، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 قبل نهايه السنه. وروح جاي تابعني جاي على الانستجرام كده واليوتيوب كده، مسي كده عليا في كل حته. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.